طيب وصلنا إلى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية يدف إلينا البشرى. مساء الخير سيادة الوزير. أهلا، مساء الخير أستاذ خيري. أهلا يا دكتور، فرحنا، قول لنا بكرة هتوقع إيه؟ إحنا طبعا كنا حضرتك في مؤتمر القمة الاقتصادية في شرم الشيخ، كنا مضينا 6 مذكرات تفاهم لمشروعات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بكره ان شاء الله هنوقع اول عقدين من الـ6 دول ان شاء الله باذن الله بكره، وده طبعا يعتبر باقوره يعني المشروعات اللي احنا يعني الحمد لله بنضع مذكرات التفاهم موضع التنفيذ، واحنا كده ان شاء الله شهر كمان يعني موفرين شهر من المده، لان كانت مذكرات التفاهم بتنص على ان قدامنا 3 شهور. احنا يعني كده بنحد يعني بننهي اول عقدين في خلال 2 شهر فقط ان شاء الله، وباذن الله الباقي هيبقى في خلال الفتره القادمه ان شاء الله، وبين الـ3 اشهر المده اللي احنا كنا محددين. خلال 3 اشهر هيكون كل الاتفاقات يعني نفس، هنبقى ملتزمين بنفس المده يعني ان شاء الله في خلال الشهر القادم هنكون بننهي باقي المشروعات. ايه اللي بيأخر توقيع عقد بعد مذكره التفاهم؟ يعني ايه الاجراءات اللي بتتم فبتاخد هذا الوقت؟ يعني احنا عندنا هذا التحالف بين شركتي ماونتن فيو المصريه وساسبان السعوديه القابضه. بالظبط يا فندم. خليني اقول لحضرتك بس، احنا مذكره التفاهم دي بتبقى ورقتين فيهم الاسس العامه للموضوع، انما لما بنيجي بعد كده بقى نترجم المذكره الى عقد ده بيبقى الموضوع مختلف تماما. نعم. لان بيبدا الشاريين القانونيين والمكاتب تبدا تصيغ هذا الموضوع لعقد محكم عشان ما يبقاش عندنا ان شاء الله اي مشاكل مستقبلا فيما يخص هذه العقود. وبالتالي بيبقى هناك جلسات مفاوضات عديده جدا نقعدها، بنتكلم على الشروط الماليه، الشروط التنظيميه، الاداريه وخلافه، وده عادي جدا كمده زمنيه في اي ترجمه اي مذكره تفاهم لعقد. يعني يعني كمان كنا يعني انا عايز اقول لحضرتك، وقت ما احنا حددنا في مذكرات التفاهم ان المده هتبقى 3 شهور، بعض هذه الشركات قالت لنا يعني كان الافضل انكم تكتبوا ان المده تبقى 6 شهور زي ما بيحصل عندنا في بعض الدول بتاعتنا، ان من الوارد جدا ان المده تاخد وقت اطول من الـ3 شهور، لكن احنا كنا حريصين ان نقول ان في المذكرات ان تبقى 3 شهور علشان عايزين نسرع ببدء تنفيذ هذه المشروعات. نعم. احنا الحقيقه ما تاخرناش، ده بالعكس ان احنا النهارده بنوقع اول عقدين خلال مده 2 شهر فقط من المؤتمر، اعتقد ده بكل المقاييس انجاز كويس جدا في هذا الموضوع. طيب حضرتك تقول للمشاهدين بتوعنا المشروعين دول ايه؟ يعني مشروع على 500 فدان في القاهره الجديده، مشروع على اكثر من 300 فدان في اكتوبر. ايوه ده معناه ايه؟ يعني هيبقى عندنا ايه في المشروعات دي؟ دي حضرتك مشروعات فنية عمرانية متكاملة فيها 3 مستويات الإسكان، بالإضافة إلى الخدمات التجارية والإدارية الخاصة بهذه المشروعات. إنما أهم حاجة حضرتك هو فكرة الشراكة اللي إحنا بنبدأها لأول مرة يمكن كدولة في هذه النوعية من المشروعات. إحنا قبل كده كان كل ما يعني أسلوب التعامل ما بين الدولة ممثلة في المجتمعات والمستثمرين هو إن أنا ببيع الأرض. مجرد ما تعلن على الارض والمستثمر بيجي ويشتري صحيح وباخد الفلوس وتتصرف وانتهينا. وبالظبط، انما من خلال هذا الفكر الجديد احنا بنعظم اصول الدوله، الاستفاده من اصول الدوله، لان انا بدخل في شراكه مع هذا المستثمر وبالتالي ويمكن هنا احنا مشاركه في الايراد، ودي كمان نقطه مهمه جدا، ان انا بدخل في نسبه من الايراد اللي بيجي له من المشروع، وبالتالي انا يمكن بجميع الحسابات بتاعتنا احنا بنستفيد اكتر بكتير من قيمه الارض. احنا بناخد فلوس كاش وبناخد نسبه من هذا المشروع. بالظبط، ونسبه من هذا المشروع في صوره حصه عينيه من الوحدات اللي هو بيبنيها في هذا المشروع. هل الدوله بتكون شريكه سياده الوزير لو في اماكن اداريه او خلافه، واذا كان في دخل دائم هي شريكه في هذا؟ لو في حاجات اداريه مثلا تؤجر او اللي هي بتبقى موجوده مش انها بتتباع، بتبقى احنا موجودين بصوره دايمه. ولكن برضو بيبقى العقد بينص على ان احنا على مدى ان هو لو حبينا ننهي العقد بعد فتره طويله، يعني ممكن بعد ما المشروع يتبني وينتهي وحبينا ان احنا نتخارج وما نفضلش موجودين،
ودي بتبقى عاديه في اي عقود، برضه بيبقى في ماده بتنص على كيفيه التخارج، بحيث ان هو ودي بتبقى اي في عقد اي شراكه بتبقى موجوده. انما الاهم هي الفكره اللي زي ما بقول لحضرتك ان احنا بنبدا فعلا نستفيد من اصول الدوله بصوره افضل، وفي نفس الوقت بنيسر على المستثمر ان هو بدل ما كان بيبقى فرضين عليه انه بيدفع ثمن الارض في البدايه، بيبدا ان هو بالعكس يستفيد من الموارد الموجوده معاه انه يبني مشروع باسرع وقت، وبالتالي ده بيشغل فرص عمل، بيعمل دخل للاقتصاد، مصانع بتشتغل، وبالتالي انا كدوله بستفيد معاه ان العائد بتاعي بيجيلي بعد كده في صوره مضاعفه مش فقط قيمه الارض. نعم. مبروك سيادة الوزير، هنحضر معاكم بكرة التوقيع، نحتفل بأول توقيع لمذكرة تفاهم في مشروعين كبار زي دول. بالتوفيق. الله يبارك. بإذن الله. شكرا. بشكرك جدا دكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.